يسمونهم هنا بتلاميذ الجراجات. إنهم تلاميذ يقضون 5 أيام في الأسبوع داخل هذه المحلات التجارية لمتابعة دراستهم. بعد المسافة وغياب النقل المدرسي يجبرهم على المبيت بهذه الدكاكين. كنعسو هنايا بأربعة الناس وخمسة الناس وما عندناش ترانسبور باش نمشيو للدار، وكنباسو في السوق ترانسبور عندنا قليل قليل ترونسبور، إلا جيتي كتعطل كنباتو هنا حيت باش نمشيو للمدرسة، نمشيو للمدرسة بكري باش ما نتعطلوش على الدروس ديالنا. عشرات من تلاميذ جماعة تتوت بإقليم تارودنت يلجؤون إلى داخل هذه الحوانيت لكي لا ينقطعوا عن الدراسة أمام غياب دار للطالب ومنحة للاستفادة من داخلية المؤسسة. أنا كنبات هنا حيث بعيد 13 كيلو من الدوار ديالنا، وكنبات هنا. ودابا شنو بغيتو؟ حنا بغينا الممحة الداخلية. تحت الشتا ولا شي حاجه الترونسبور كيقل وكيضربوا مسافه بعيده باش يوصل للدراسه ديالهم، وكيباتوا في هذه البلايص في المحلات التجاريه. رحله الوصول الى مؤسستهم التعليميه تبتدئ من احدى الدواوير النائيه. غياب النقل المدرسي يفرض على طلاب العلم الركوب في اي وسيله نقل اخرى. للوصول إلى مركز الجماعة يوم الاثنين ثم مغادرتها يوم الجمعة. أنا براسي تنضرب 15 كيلومتر، تنجي مع الصباح تنضرب 2 كيلومتر عاد نشد سميتو الترونسبور ونجي في الطريق. كاين البرد، كاينين صحابي حتى هما كيضربوا شي واحد تيضرب 6 كيلومتر، كاينين اللي تيضربوا 20 كاع كيلومتر، كيجوا من عمالو تماك. إنها رحلة تلاميذ العالم القروي للوصول إلى مقعد الفصل الدراسي. أما الحديث عن التلميذات فتلك حكاية أخرى، فغالبية الفتيات ينقطعن عن الدراسة في انتظار افتتاح دار الطالبة. كيتسناو دار الطالبة، إلا ما تفتحش دار الطالبة هذا العام ما غاديش يلتحقوا. ودابا باش دابا هاد الدورة دابا قريبة تسالي، يعني ما غاديش يلتحقوا هذا العام. كاينين شي وحدين بعيدة عليهم المؤسسة وكيقاطعوا على الدراسة ديالهم، وخص دابا كتسناو باش تفتح دار الطالبة باش يلتحقوا بالدراسة ديالهم. بمركز السوق الأسبوعي لتتوت بناية دار الطالب والطالبة، بناية جديدة انتهت بها الأشغال بتكلفة فقط 320 مليون سنتيم، وذلك في انتظار افتتاحها السنة المقبلة. أرصدنا مبلغ باش مبلغ مهم 35000 درهم، ورصدت الجامعة أخرى ديالها مالو 10000 درهم باش نخلصوا على هذه الفتيات في القسم الداخلي ديال الكوليج اللي إن شاء الله غادي نقوموا بالزيارة ديالو حتى هو، باش على الأقل الداخلية توفر الإيواء لهاد التلميذات. رأيتها حنا إن شاء الله في الشهر جوج كما قلت لك ولا الشهر ثلاثة باش تحل دار الطالب والطالبة الأبواب ديالها باش تستقبل هاد التلميذات. الثانوية الإعدادية المستقبل من المؤسسات التعليمية التي تسجل نسبا مرتفعة من الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف فتيات العالم القروي. تقريبا شي 90 حالة هدر مدرسي وقعت هذه السنة هذه، إذا هاد 90 حالة كنضربوها في شحال من سنة دابا؟ تقريبا شي 17 سنة والمؤسسة خدامة، إذا كيعطينا واحد رقم صعب، واحد رقم كبير جدا، ويعتبر الهدر المدرسي من الأسباب الرئيسية ديال الهجرة القروية في المدينة اللي كتعرف كنلقاو مجموعة من الدواوير الأشباح، يعني ما بقاوش فيهم الأسر نظرا لماذا للهدر المدرسي الذي تعاني منه المنطقة.